بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يا ربي تم تكريمي من طرف هذه الأكاديمية في ولاية عنابة ولايتي، أشكرهم كثير على هذه على هذا التكريم. إن شاء الله يا ربي تكون هذه الأكاديمية تكون أكاديمية ناجحة كما راك تشوف دوك الأكاديمية العالمية أكاديمية بارادو، إن شاء الله يكون فائدة في فائدة الشباب الجزائرية، إن شاء الله مزيد من النجاحات والتألق. شو سر التألق في كأس العالم؟ سر التألق خدمة خدمنا بزاف قبل الدورة هذه، خدمنا بزاف لي ستاج مع المدربين مع الطاقم الفني، نشكرهم كاع والحمد لله يا ربي تم تتوج بكأس العرب، وإن شاء الله لتحضيرات الكأس الإفريقي إن شاء الله. مؤخرا تم تكريم من طرف رئيس الجمهورية، واش تحس في نفسك؟ أول حاجة نشكر الرئيس الجمهورية اللي كرمنا، الحمد لله يا ربي كي رانا فرحنا هاد البلاد وتم تكريمنا من طرف الرئيس، الحمد لله الحمد لله يا ربي وإن شاء الله نزال الخير قدام إن شاء الله. السؤال الأخير مالك مستقبل طموحات مالك؟ طموحاتي إن شاء الله نكون نلعب في فريق كبير من الدوري الإيطالي إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وشكرا لإذاعة الأهداف. إحنا رانا تم التقاط ديجا أولي في ولاية بوحواريج اللي كان في 5 و6 من هذا الشهر، ثم انتقلنا إلى ولاية الوسط، ثم انتقلنا إلى ولاية عند بوشهر، حيث تم التقاء أبناء والرياضيين تاع ولاية الغرب وجنوب الغربي، وبارح واليوم أي 16 و17 من هذا الشهر تم التقاء في ولاية عنابة وأبناء ولاية الشرق. تمت هذه الالتقاء يعني ان شاء الله نشكر ربي يديك وفقنا، وان شاء الله هذا الالتقاء الاولي ثلاثة في مصر، وسيتم ايضا في ولايه بوحواريج يوم 20 و21 الالتقاء النهائي الذي سيشمل حوالي 80 الى 90 رياضي، والذي سيتم اختيار حوالي من 35 الى 40 صنف اقل من 15 سنه، وان شاء الله ربي يوفقنا. يعني التوقعات تاعنا كانت في محلها، يعني كانت استجابه واسعه على مستوى الوطن، وان شاء الله ربي قدرنا باش كلام هذا ما اول الرياضيين سيتم انتقاؤهم سيتم اختيارهم، راح يستفيدوا من النظام الداخلي في ولايه بوحواريج، معنى ذلك كان اقامه وكان تدريس يقراوا ثم في مدرسه خاصه تابعه للمدرسه الخاصه التحدي، وان شاء الله يا ربي وعنا جبر كثير ثم ملاعب وكذا مسبح وقاعات تاع الرياضه متعدد الرياضيات، ربي يوفق ان شاء الله. اليوم استغلت الفرصه باش نكون في مدينه انا كرمت اللاعب كحلوشي مالك المتوج بكاس العرب 15 سنه، وكذلك سنكرمون القدامى في مدينه عنابة. اقل شيء يديروه ابننا من عنابة الذي يعني حظى باش كرم من سيد طرف السيد رئيس الجمهوريه، وهذا يعني اقل شيء نجم نديروه ولد ولدنا تاع هو حلوشي كان قدوه، ان شاء الله يكون قدوه لابنائنا، كرمناه هو وابيه، وان شاء الله سنكرم وجوه رياضيه قديمه اعطت للكره الجزائريه من شكال سي هو اعطى الكثير للخير، سننتقل احنا وفريقنا زملاء له رياضيين واعلاميين نروحوا للدار ان شاء الله بعد لحظات بعد ساعه ونص ساعه نروحوا للدار كرمو، كذلك اخونا عطوي علي اللي سيمس هذا التكريم ايضا، وهذا اقل شيء يعني التفات التفتوا للذين اعطوا للجزائر واعطوا للكره الجزائريه وكانوا قدوه وكانوا مثال انذاك للجيل تاعهم، احنا ان شاء الله نسعى بالتكوين ايضا لان المدرسه تاعنا مدرسه تاع تكوين، ان شاء الله سننشأ نكونوه من كل نواحي من ناحيه التربيه من ناحيه الاخلاق من ناحيه الرياضه، ربي يقدر ان شاء الله ربي يوفقنا ان شاء الله، وحنا يعني عندنا يعني على مستوى القصير جدا اللي هو 4 سنوات التكوين ان شاء الله راه انطلقنا ستنطلق يعني ستنطلق القطار ان شاء الله، احنا عطينا على السكه سينطلق القطار يوم الدراسه يعني بعد 21 في الشهر هذا ربي يقدر ان شاء الله. اليوم راك مليح؟ الحمد لله الحمد لله.
راك فرحان بينا. وي صافا وانا شوف شرف كبير لينا جيناك اليوم. عايشك. شرف كبير كبير ياسر. عايشك. هو حليتونا البيبان مشكورين ياسر. ربي يحفظك. قلنا كش ما كان كلمه ليك، قلنا كلمه لينا احنا. كلمه ما قال لك كلمه وما يكملش بزاف. فعول على الصح. والشيء تاع صح تتفاصل. إن فكاتر أتر كومون ديراج انسيري سور لو بلان متر تو سا اي كي كي كونتينيو سي كونت كون جو تو سا جو تيرمين جو في باسيل لك كو تو فوا سوكلي يا 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 ايسي مون فرير مون فرير احمد كيغرو جوار احمد تاعنا لعب في ليزما Bonne continuation. On a l'essentiel. Bonne continuation pour les nouveaux joueurs. Ah, pas Bonne continuation. تودابور مرحبا بكم ونشكر بزاف اخ محفوظ اللي جانا شرفي عبد القادر مش شرفي عبد القادر اللي جانا يعني من برج باريريش ها باش يقوم بزياره الخونا عبد الحفيظ قال نتمنوا تتكرر مثل هذا الشيء هذا لازم نورمالمون حتى من العنابه يجوا يطلعوا عليه هو شتوه هو كي يشوف واحد حتى يقعدوا قاعدين لبرا حفيظ كي يشوف واحد من بعيد يعود يعيط هو ما يتكلمش يعود يعيط نقول له واش بك يقول لي فهمت سي شرفي جاي من برج باريريش خمم على حفيظ هذه رجال يديرها هذه رجال يديرها نشكروه بزاف بزاف نتمنوا مره ثانيه نقولوا له مرحبا بك ميرسي بوكو للزياره هذه ميرسي بوكو الاكاديميه هو نتمنوا التوفيق للاكاديميه اللي حل هديه لازم نزورها سي مرحبا بكم مرحبا لازم نزورها مرحبا والله هي مبادره طبيعيه احنا جينا لاخينا حفيظ حفيظ نعرفوه منذ حوالي 30 سنة كان وجه بارز في عنابة وفي مستوى الوطن يعني جينا التفاتة يعني الخونة يعني هذا بكل تواضع ما هي عندنا حتى مزية خونا شو هنا شرف لينا كذا احنا كنا نسمع به ونتمنوا باش نتلاقاو معه اليوم تلاقينا معه وإن كان في الوضعية الصحية تاعو إن شاء الله نتمنوا له الشفاء منو الصحة ليه والعائلة تاعو ونربي يقدرها العائلة تاعو باش تكون معاه وهذا نداء كما كنت كما كان النادي الأخ نداء للاعبين القدامى اللاعبين القدامى باش يعتنيوا مثل هذه الحالات لأنه خونا ويبقى خونا ويبقى وجه من وجوه اللي عطات الكثير للرياضة الجزائرية اليوم مكتوب فيه يعني بدلها ربي بالصحة لينا هذا احنا جينا الأكاديمية مش على تحضير برج كنا اليوم احنا يعني بمناسبة هذه باش نفتحوا الواحد في عنابة لأنه احنا درنا اليوم البارح واليوم درنا التصفيات أو تاع اللاعبين باش تدخل المدرسة تاعنا في البرج كنا بين هذه المناسبة نزوروا وجه من زورو أنا جينا نزوروا يعني في بيته فتحنا باب تاعو تاع دارو هو وأخ والأخ مشكورين هذا دو ترون بينيز ماذا دو ترون دو الغبرة اللي طلع لنا